حياك الله أستاذ أسمن، تسمعنا الآن أستاذ أسمن؟ نرفع النقطة عن أسمن فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألك تسمعني الآن يا أسمن؟ طيب الحمد لله. أخونا طالب يا ريت تحط لنا الوقت ونبدأ أول ما طالب يحط الوقت. كل واحد دقيقتين إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أحبتي في الله مع هذه قد تكون المناظرة ما بيننا وبين الأستاذ أسمان حول عصمة الأئمة، حول عصمة الأئمة. ونحن عندنا عدة أسئلة حول هذه العصمة أستاذ أسمان، يا ريت تكتب هذه الأسئلة عندك. السؤال الأول، ما هو مفهوم العصمة عندكم؟ السؤال الثاني، كيف نثبت عصمة أهل البيت من القرآن الكريم بنص صريح؟ السؤال الثالث، هل تثبت عصمتهم بأن قال النبي أن أهل بيتي معصومون من الخطأ في حديث صحيح مثلا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رابع سؤال، هل هناك عصمة لغير الأنبياء وكيف يكون ذلك؟ دي عدة إشكالات عندي إن شاء الله، أربع أسئلة يا ريت تكتبهم. السؤال الأول، إيه هو مفهوم العصمة عندكم؟ السؤال الثاني، كيف نثبت عصمة أهل البيت من القرآن الكريم بنص صريح؟ السؤال الثاني، هل تثبت عصمتهم بأن قال النبي أن أهل بيتي معصومون من الخطأ في حديث صحيح يعود إليه صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الرابع، هل هناك عصمة لغير الأنبياء وكيف يكون ذلك؟ أكتفي بهذه الإشكالات في المداخلة الأولى إن شاء الله، وأنا أترك الدقيقة التي باقية لي ولقى المايك إن شاء الله ورد على هذه الإشكالات وهذه الأربع أسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرجو يكون الصوت واضح. طيب نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. وأما السؤال الأول، مفهوم العصمة، نأتي بمفهوم العصمة عند الشيعة. يقول الشيخ الصدوق في الاعتقادات صفحة 108، اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. هذه عقيدتنا في العصمة. ويقول المجلسي في حق اليقين، الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوما، وإجماع الإمامية منعقد على أن الإمام مثل النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخر عمره من جميع الذنوب الصغائر والكبائر، والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة. فنحن العصمة التي نعتقد فيها هي عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا انشأنا ندخل بمفهوم العصمة عند أهل السنة والجماعة. وأما السؤال الثاني، كيف نفهم العصمة إن شاء الله؟ كيف نفهم العصمة من القرآن؟ 30 ثانية ما راح أكمل شيء. تفضل يا أخي أستاذ رامي، إن شاء الله بالوقت الآخر أكمل معك، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أسمان، شكرا لك. أنت أولا قفرت ابن بابويه القمي صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، لأنه قال في المجلد الأول صفحة 234 إن الغلاوة المفوضة لعنهم الله، ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة، وليس سهو النبي كسهونا، لأن سهوه من الله، وإنما أسهو الله ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا من دون، وليعلم الناس إلى آخر الكلام. فقال إن المفوضة لعنهم الله هم اللي أنقروا السهو، فبذلك أنت كفرت ابن بابويه القمي. أيضا أنت لم تكفر ابن بابويه القمي فقط، المصيبة أستاذ اسمك إيه؟ أستاذ أسمان، إن سيدنا علي عياذا بالله أنت كفرت سيدنا علي، لأن سيدنا عدلي كان لا يعرف حكم المزي، وهذا عند قيوس العصمة
أنه سيدنا علي أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استحى منه، أمره أن يسأل النبي عن حكم المزي في كتاب الاستبصار للطوسي الجزء الأول صفحة 92 باب 56، حكم المزي والودي حينما كان يجهله الإمام، وهذا يسكت العصمة، وبذلك أنت تكفر الإمام علي. وهذا رابط بارك الله فيه وهداك الله من عند المعصوم، كتاب من كتاب يعصوم. أيضا الأئمة يخطئون، الأئمة يعني أنت بذلك كفرت الأئمة عياذا بالله، أنت بذلك كفرت الأئمة. عن الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إن في الكوفة قوم يزعمون أن النبي لم يقع عليه السهو في الصلاة، فقال: كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا سهي هو، أو الذي لا يسهو هو الله عز وجل. عيون أخبار الرضا صفحة 326، وبحر الأنوار الجزء 25 صفحة 35. فأنت عياذا بالله كفرت سيدنا علي، وكفرت الرضا، وكفرت ابن الإمام الرضا، وكفرت ابن بابوه القمي. هل أخطأ علي عياذا بالله حينما في صلح الحديبية قال له النبي امحو، فقال: والله لا امحو يا رسول الله، فقال: امحو محمد رسول الله، فقال: والله لا امحو. فدي نسف للعصمه. فالاخطا عياذا بالله سيدنا علي، بحر الانوار المجلد 20 صفحه 20، كفرت سيدنا علي ايضا عندك، وكفرت عياذا بالله رسول الله. وقال علي: يا رسول الله، ان يتي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوه، وفي روايه: ما امحو اسمك من النبوه ابدا، وفي اخرى: لا والله لا امحوك ابدا. النبي قال له امحو، هو قال لا. فمن الذي تكفره الان، سيدنا علي ولا النبي عياذا بالله؟ هذه الروايه في ارشاد وفي اعلام الورى وفي البحار. لقد ماك ان شاء الله المعصوم بيرفض امر النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا راى ان امر النبي كان فيه خطا. فهل اخطا علي ولا لرفض امر النبي، ام هل اخطا النبي بقبول شروط الخصم؟ لقد ماك ان شاء الله تجيب عن هذه. لقد ماك، السلام عليكم. استاذ اسمان لقى المايك، اخونا رائد حط له دقيقتين، اخونا طالب لقى المايك. استاذ اسمان السلام عليكم ورحمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارجو الصوت واضح. الاخ استاذ رام يعني ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يعني سريع جدا في الكلام، وأنا سجلت بعض النقاط الذي مرت علينا. يقول: أنت كفرت الصدوق، والمفهوم العصمة التي أتيت بها أنا أعطيت الأخ أعطيت الأخ مفهوم العصمة من شيخ الصدوق، وأما التي يعني النص الذي غرّت عن شيخ الصدوق رضي الله عنه، شيخ الصدوق هو وشيخه ابن الوليد يعتقدون كانوا في الإسهاء، كما أنت غرّت نصه بأنه يعتقد أن النبي يسهي بأمر من الله، فإن كان الأمر من الله فهذه ليست خطأ وليست معصية، فإنها لا تنافي العصمة، وأنه قول شاذ وتفرد به الصدوق، وهو يعتقد الإسهاء وليس السهو الذي أنتم تعتقدون أني أنسى كما تنسون، كما ورد في البخاري: ونحن ينسينا الشيطان. فإن النبي طبعا ينسيه الشيطان، فذلك يدل في البخاري: الشيطان له سبيل على النبي. هذا واحد، والعياذة بالله من ذلك. وأما قولك في الإمام علي بن أبي طالب وسؤاله في المسألة المذي، يا أخي الناس مسؤولون كلهم موصون أن يتبعون النبي ويسألون منه، وإذا كان السؤال ينفي العصمة فماذا تقول؟ ويقول الله تعالى لنبيه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا يدل على طعن، يعني إذا تقول أنت طعنت في الإمام فهذا الله يطعن بنبيه حسب مفهومك. وأما النقطة الآخرة وهي صلح الحديبية، شوف يا أخي يعني يا ريت تدقق وتراجع أقوال علمائك. يقولون وقول علي رضي الله عنه: ما أنا بالذي أمحاه ليس بمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بالغرينة إن الأمر ليس للإيجاب. هذا ما قاله العيني في عمدة الغاري. وقول علم، كم عندي من الوقت؟ 30. أقرأ لك قول واحد، وحتى ولو تجاوز الوقت لا بس: وأنا بالذي أمحى ليس بمخالفة لأمره. وهذا ما قاله الغسطلاني في إرشاد الساري، وما قاله البخاري بشرح الكرماني، شرح الكرماني وابن بطال، كثير من علمائك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انا لا انكر ان النبي سهى، وعليكم السلام، انا لا انكر. انت كفرت الاول، انا هجيب على كل اللي انت قلته. انت كفرت ابن بويه الكمني. بص، عن علي بن ابي طالب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر 5 ركعات ثم انفتل، فقال له بعض القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاه شيء؟ قال: وما ذا؟ قال: صليت بنا 5 ركعات. تهذيب الاحكام، كفرت الطوسي، وفي كتاب الاستبصار كفرت صاحب كتاب الاستبصار، وكفرت ايضا صاحب كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي. فدول يعني قالوا بذلك. ايضا لم تتكلم عن قول الرضا حينما قال: لعنهم الله الذين يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلوا. دي نقطة ايضا بارك الله فيها، وده لم ترد عليها. ايضا من المخطئ، علي ام الحسن ام الحسين؟ ركز معايا، رضي الله عنهم اجمعين، موقفنا واضح منهم، ولكن احنا بنلزمكم بما الزمتم به انفسكم. بتقولوا ان الامامه من الله، اي امر الهي. حسنا، نجد سيدنا علي بايع، وسيدنا الحسن تنازل، سيدنا الحسين قاتل. فمن اللي على صواب، اللي تنازل ولا اللي بايع ولا اللي قاتل؟ الثلاثه فعلوا افعال خطا. دي نقطة أتمنى تجيب عليها، بارك الله فيها وهداك الله. روى القليني عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله: يا إخوة، سؤال، لو المجنون زنى يقام عليه الحد؟ أجيبوني بسرعة. لو المجنون زنى يقام عليه الحد؟ لو المعتوه زنى يقام عليه الحد؟ لو ينفع يا إخوة؟ لا، ده الإمام جاهل عياذا بالله عند القليني. اقرأ الرواية ديت معايا. روى القليني عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد، وإن كان محسنا رجم. محسن الرجم لو كان متجوز يرجم، ولو كان مش متجوز يجلد. في الكافي المجلد 7 صفحة 192، والتوسي المجلد 10 صفحة 19. هل برأوا؟ نحن نعلم ان هو مرفوع عنه القلم، فازاي ان هو يقام عليه الحد؟ دي نقطة برضو عايزك ترد لي عليها، بارك الله فيها وهداك الله. عايزك ترد لي ان شاء الله، انا اجيب لك. قال الحسين ابن، قال علي زين العابدين في وسائل الشيعة الحر العامل الجزء 22 صفحة 40، وهديك الرابط من يعصوب الان، قال: اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته. ثم قال الغلام: اذهب فانت حر. قصه طويله بارك الله فيكم. ضرب للغلام فبقى بعت الغلام في حاجه، فابطا عليه الغلام وقال: لا تبعثني في حاجتك ثم تضربني. ضربوا الامام، فقال الامام: اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته. فهل هو اخطا؟ لقى المايك ان شاء الله، وقول لي ليه اخطا الامام دلوقتي ايضا زين العابدين. اتمنى تجيب على هذه الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع الأخ رامي إلى النقطة الأولية، وهو الإسهاء. قلنا لك الإسهاء لا ينافي العصمة، لأنه من الله تعالى. يعني عندما الله يكلف بشرا في الخطأ أو في السهو، هذا من الله فلا ينافي العصمة. وأما في موضوع صلح الحديبية، نأتي إلى بعض أقوال أهل العلم. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب، لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو على بنفسه، ولهذا لم ينكر، ولو حتم محو نفسه لم يجز لعلي تركه، ولما أغره النبي على المخالفة. شرح النووي طبعا على مسلم، هذا واحد. وأما أعطيكم دليل على عصمتنا ثم أجيب على بعض النقاط. دليل على عصمة الأئمة عليهم السلام، وهي قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. يقول الرازي في مفاتيح الغيب: فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ. فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوما، لابد وأن يكون معصوما. طيب، الآن أنت عرفت تأتي وتقول: من هم الأولي الأمر؟ لا بأس، أنت عندك مفهوم من الأولي الأمر، وأنا عندي طبعا مفهوم من الأولي الأمر. أولي الأمرك معصوم وأولي الأمر معصوم، هذا يعني تسليما لما أنت تطلب. يعني إذا سلمت معك
ووافقتك على أولي الأمر الذي أنت تفهمهم، أنا أقول لك أولي أمرك معصومين وأولي أمرهم معصومين كما قال الرازي، والمفهوم من الآية هو هذا. إن شاء الله نكمل على في الوقت الآخر. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكمل كلام الفخر الرازي أستاذ أستاذ أسمان. تاني حاجة يا إخوة، إلى الآن لم يستطع أن يأتيني بدليل على عصمة الأئمة من القرآن. أستاذ لا أسمان، مش أسمان، إلى الآن لم تستطع أن تأتيني بدليل على عصمة الأئمة من القرآن، إلى الآن لم تستطع أن تأتيني بحديث صحيح عن النبي من القرآن. هل تعلم أن سيدنا علي كان بيخالف ربنا عياذا بالله؟ علي بن ابراهيم القومي في تفسيره عن ابيه قال: الله لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، قال: نزلت في امير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مذعون، امير المؤمنين حلف ان لا ينام بالليل، واما بلال حلف ان لا يفطر بالنهار، واما عثمان بن مذعون فانه حلف ان لا ينكح النساء ابدا. فخرج النبي ونادى في الصلاة وقال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات، إلى ألا إني أنام الليل وأنكح وأفطر بالنهار، وإلى شبه ذلك. فكان الإمام بيخالف العصمة، بيخالف ربنا في دينك، فهل دي عصمة؟ تفسير الكم المجلد الأول صفحة 279، وسائل الشيعة المجلد 23. أيضا عندك سيدنا علي رضي الله عنه اللي أنت بتقول معصوم، أو سيدنا علي عياذا بالله أنت بتقول معصوم، كان بيستخدم الجن، كان عنده حرز للجن. في كتاب الاخلاق للطبراسي صفحه 415 قال عليه: فصل حرز مولانا امير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم: ايكنوش 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 عطنطنيطح يا مطرادور، فرلسنون موماسه ماسومه ما شفتوش ما ضيعتوش فرلسنون، هذا هذا وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، يا سوره يا سوره سور بالاسم المخزون الى اخر الكلام. وايضا في بحار الانوار الجزء 91 صفحه 193 باب 36 عوذات الائمه. فهل الامام علي رضي الله عنه كان عندك كان عندك عياذا بالله بيستخدم هذا الامر عياذا بالله؟ ايضا عندك الامام، يعني ان شاء الله المداخلات جايه قريبا ان شاء الله، الى الان لم تستطيع ان تاتيني بشيء. وعندك شقوت الائمه عن علي ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراش قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن، فاني كنت مع علي بن الحسين عليه السلام فراني وانا اؤذيهن، فقال لي: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن، فانهن لا يؤذين شيئا. يعني معلش شقاوة أئمة، الإمام كان لسه صغير فحب يعمله مع أبوه هذا الشغل، بس كان لسه ما كانش معصوم يعني، فتوفي جده وبعدين بعدها بعشر سنين حصل الأمر. فأنت إيه رأيك؟ هل كل ده لا يخطئون؟ وأتمنى دي دليل على العصمة من القرآن. لقى المرء، لا تنسى الشعوذة، لقى المرء. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأول يا أستاذ رامي، يعني يا ريت شوي يا أخي بهدوء وبهدوء، يعني والله ما أستطيع أسجل النقاط، يعني ما شاء الله عليك وأنت مصري واللهجة طيبة وماخذ الحوار كله. يا أخي بالأول يعني يا ريت من تأتي بالروايات، تأتي بالسند، بالسند الصحيح، ثم يا أخي أنت ترجح الروايات على يعني الأصل يعني وهو القرآن، أما ترجح القرآن على الروايات، خليك دقق على هذا الموضوع. أما الرواية التي قبل قليل أتيتها من الكافي يقول المجلس بأنها الحديث السابع من باب التوحيد بأنها ضعيفة، السند ضعيف، ولو أردت ندخل في بحث الرجال للسند. وأما أردت كل رواية التي تأتي بها تأتي بسندها، وأما قولك أنت لم تأتي من القرآن بشيء، هذه مستندي من القرآن، فكيف أنت تردها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، وأما قول الرازي وهو ثابت عليه وأنه قال ذلك، لكن بعدما يأتي بهذا القول، لأن ما عنده أولي الأمر معصوم، يأتي ويقول أولي الأمر هم الحكماء، ويأخذ عقيدة أهل السنة في معنى أولي الأمر، لكن كما قال هو أولي الأمر معصوم وأنت محجوج بهذه وهذه المقولة. وحتى لو تركنا قول الرازي، مفهوم الآية ومنطوقه هو واضح جدا، لا يحتاج أي تأويل، لأن غرنا الله طاعته بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر مغرونة بطاعة النبي، فكل ما أحد كان طاعته طاعة الله وطاعة الرسول فيكون معصوما، كما أن النبي لو كان كل أفعاله وأوامره ونواهيه يعني حسب، إذا أخذنا بقوله أخذنا قول الله، وإذا عصينا عصينا الله، فهذا يكون معصوما.
وإن لا يكون معصوما فلا يكون ملزم بالاتباع. شوف يا رامي، أستاذ رامي، يعني أنا حتى أرد عليك أتكلم دقيقتين أراد على نقطتين منك، ما شاء الله أنت الآن تأتي تاخذ الحوار كله. لا تفضل يا أخي، تفضل. طيب مش عيب يا استاذ اسمان ان انت تدلس، ليه ما بتكملش كلام الفخر الرازي؟ قال الفخر الرازي المساله الثالثه بعد ذلك ولا بد ان يكون معصوما. سكت. قال المساله الثالثه: اعلم ان قولي واولي الامر منكم يدل عندنا على ان اجماع الامه حجه، والدليل على ذلك ان الله امر، ان الله تعالى امر بطاعه اولي الامر على سبيل الجزم في هذه الايه، ومن امر الله ومن امر الله بطاعته على سبيل الجزم والقدع لابد ان يكون معصوما عن الخطا، اذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمر بفعل إلى آخر ما قال بارك الله فيه وهداك، إلى أن قال إن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلماء، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى، وأما حمل الآية على الأئمة والمعصومين على ما تقوله الرافضة ففي غاية البعد لوجوه، ففي غاية البعد الوجود، أحدهما ما ذكرنا أن طاعته مشروطة بمعرفة وقدرة، فأنكر هذا. فليه ما تكملش كلام الفخر الرازي؟ مش عيب تدلس يا راجل؟ مش عيب. تاني حاجة، أنت عندك الإمام يزني عياذا بالله عن محمد بن سلمان عن أبي قال: خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إلى بعض أمواله، فقام إلى صلاة الظهر، فلما فرغ خر لله ساجدا، فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه: ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري. جعفر بيقول إيه؟ ولو شئت وعزتك، موسى بن جعفر، ولو شئت لعزتك وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصنمتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني، وعصيتك برجلي وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لقمعتني. الإمام يزني: وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني. ايه رأيك في هذا الكلام في روح الكافي المجلد 3 تأليف ثقة الإسلام أبي جعفر؟ الإمام عصى ربنا بفرجه؟ ايه عصاية الفرج؟ ان هو أزنى عياذا بالله؟ أتمنى ترد عندي. روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن قال: إن أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ألا يسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعطيك نسمة تبلغ 100 دينار. الإمام كان بيحلف عن يمينه، كان بيكفر عن رمينه، والرواية صحيحة السند، حيث أن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح في معجم رجال الحديث المجلد 2 صفحة 300. إمام يزني وإمام يحنث وإمام اسمت إيه يا راجل؟ اسمت إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ لقى المايك. لا إحنا تعتبر مناظرة عمنا أبو عاصم، ننتهي بس بالله عليك. لقى المايك اخو استاذ اسمان، ان شاء الله احنا اقتربنا من الانتهاء من ابو عاصم. لقى المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما يا أستاذ رامي قولك بأني دلست على الإمام الرازي فهذا كذبة ثابتة. يا أنا طبعا قلت لك قول الرازي واضح في الآية وتفسيره، لكن كما وضحت لك إنه لا مجال له أن يعتقد ويأخذ أولي الأمر المعصوم. أتى وأخذ عقيدتك في أولي الأمر وغالهم الفقهاء أو الحكماء، هذا ليس، وأنا ما دلست بشيء. يعني هذا قول الرازي، إن استطعت يعني تأتي وتقول إني كذبت عليه فأنا هنا أعتذر. قال: فثبت إن الله، إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت وثبت. شوف شوف يا أستاذ رامي، عين أنا أتكلم عليك بالثابت وهو يقول ثبت في الآية، وأما أنه أخذ عقيدة أخرى هذا قول آخر. أنا أقول لك هو يقول ثبت في الآية، ثبت بالآية وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا ان اولي الامر المذكور في الايه لابد ان يكون معصوما. هو الرازي يتكلم على المثبوت في الايه، واما الذي اخذ الغير المثبوت هذا بحث اخر. واما الروايه التي اتيت بها وما اعرف سندها من اين اتيت بها، ان الامام عليه السلام والعياذ بالله انه يزني، يا اخي يعني دقق، مهما كان السند صحيح هذا من باب الدعاء وتعليم الناس للدعاء.
وتعليم الناس للدعاء. ادخلوا القرآن شوفوا الأنبياء ماذا يقولون. يقول نبينا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يعني نبي يوسف كان يشك بنفسه أن يكون يموت كافرا وأنه ليس صالح، فأنه يعلمك يا أخي، الله يعلمك عن لسان نبيه كيف تعرف أن تخاطب ربك والحقني بالصالحين أنه ليس ما كان صالح يا أخي. يعني لا أعرف تكون دغير. كم عندي من الوقت حتى أعطي الدليل الآخر؟ الأخ ما جاوب على آية أولي الأمر، آية أولي الأمر أنت ما جاوبت يا رامي، وهي تحكي عن عصمة الأئمة، وأما الحجة الآخرة وهو حديث الثقلين: إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طيب، إن الله غرنهم بالقرآن، فكما القرآن لا يأتيه الباطل، فإن القرآن كما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لازم أن يكون الغرين له كالقرآن. وإن شاء الله بوقت الآخر آتي بقول ابن تيمية واعترافه بعصمة الإمام علي. والسلام عليكم. واو، عصمة الإمام علي بن ابن تيمية. واو يا أستاذ أسماء، الله المستعان. طيب، أول حاجة الآية، أنا بينت تدليسك على ابن الفخر الرازي، وبينت قوله إن قول الرافضة كذب، وقلت لك كمل الكلام، أنت بتقف عند كلمة وأن يكون معصوما، ما بتكملش تبتر الكلام، دي النقطة الأولى. تاني حاجة، أنت بتقول خلاص أتنزل معك إن هم معصومين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر اللي هم الأئمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، ولا ردوا لمين يا إخوة؟ ردوا لله وللرسول فقط، فين أولي الأمر هنا إذا كانوا معصومين؟ إذا الله بيأمرنا إن إحنا نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تجيب علي، الإمام إزاي يدعو بشيء لم يفعله؟ وعصيتك بفرجي، إذا الإمام أكذب كذب. الثاني ده بيقول توفني مسلما، ولم يكن انا لم اكن مسلم، لكن ده بيقول عصيتك بفرجي لم ترد. قلت لك سالتك ايضا عن الحسن، علي بايع، الحسن تنازل، الحسين قاتل، من المخطئ فيهم؟ لم ترد علي ايضا في هذا. سيدنا علي في كتاب الكافي المجلد السادس صفحه 56 باب تطليق المراه غير الموافقه قال: ان عليا قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلق. وانتوا عندكم ان الله سبحانه وتعالى قال، وان كان ليس عندنا ولكن عندكم، ان الله ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ابغض، ان الله لا يوجد شيء ابغض الى الله عنده من الطلاق، ابغض اليه من الطلاق، وان الله يبغض المطلاق. فسيدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم او ربنا بيبغض سيدنا علي عياذا بالله في دينك، كما قال الكافي المجلد 6 صفحه 54. ايضا اتمنى انك ترد على هذه الروايه وترد على قتل الحسن. ثاني حاجه، اتحداك بايه صريحه على اثبات عصمة الأئمة، إلى الآن لم تستطع أن تأتي بأي صريحة. تاني حاجة، أنت بتقول الثقلين، فين الثقلين؟ القرآن معانا أهو، القرآن في إيدي أهو، أنا ماسك المصحف في إيدي والله، أين الثقل الثاني اللي أنت بتقول عليه؟ مستخبي. ففين الثقلين اللي النبي قال تمسكوا بهما؟ قول لي فين الثقل الثاني عشان أتمسك؟ لا، أنا بتمسك بأطيع الله وأطيع الرسول. أختم بدية، سيدنا الإمام علي جعفر الصادق قال: ما تقول فيما أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه أول آية نزلت على النبي يا إخوة؟ بسرعة بارك الله فيكم، إيه أول آية نزلت على النبي؟ أول سورة نزلت على النبي. ما هي أول سورة نزلت على النبي؟ قال: إن أول سورة نزلت عليه صلى الله عليه وآله: سبح اسم ربك الأعلى، فنسيها. مين؟ فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أعطيك بالوثيقة أيضا بارك الله فيها وهداك الله، نقله البحراني في تفسير البرهان المجلد 5 صفحة 636 عن سعد بن عبد الله والمجلسي في البحار 25 مجلد 3 صفحة 364 بارك الله فيها وهداك الله. أتمنى تجيب على هذه الأسئلة ولا تنسى الحسن. لقى المايك، السلام عليكم. طيب يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ ما يجب على الأدلة القطعية في العصمة، ويأتي دائما بالشبهات، ونحن إن شاء الله بصدد الرد على هذه الشبهات. حجتنا الأولية كانت من القرآن وقول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا العفو، قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
الأخ ألزمنا بهذه بإدامة الآية، بتتمة الآية، وقال أنك دلس. وأما قول الرازي أنا ما دلس، فإنه قال ثبت في الآية العصمة. العصمة من إيش؟ من الخطأ. يعني لو ثبت أني دلس على قول الرازي، وأنا هنا أتعذر من جميع أهل السنة لأني دلس، ولكن لا تستطيع تثبت ذلك، وهذا قوله ثابت بذيل الآية. وأما شبهتك حول آية الأولي الأمر الذي لا تستطيع أن تردها، وهي دليلنا الغاطة على العصمة، فإن الله بالأول نجيب لماذا قال الله تعالى فردوه إلى الله وإلى الرسول، وما قال ردوه إلى الله والرسول والأولي الأمر منكم؟ يعني سؤال واضح والجواب أوضح، لأن أولي الأمر هو محل الخلاف، أولي الأمر بنفسه محل الخلاف. تصور أنت في سغيفة بني ساعدة وقولهم منا أمير ومنكم أمير، واقتلوا سعدا وقتل الله سعدا، بذلك الأحوال هم كانوا يعني مشكلتهم أولي الأمر، مشكلة أولي الأمر. هناك لازم يرجعون إلى من حتى يفهمون من هو الأولي الأمر؟ إلى الله وإلى الرسول. فهناك عندما الناس تجهل من هو الأولي الأمر، يتجاهلون الأولي الأمر، فلازم يرجعون إلى الله وإلى الرسول حتى يبين لهم من هو الأولي الأمر، لأن بحثهم ومشكلتهم هو الأولي الأمر. فعلى هذا قال الله فردوه إلى الله، إلى الله وإلى الرسول، وما قال إلى أولي الأمر، لأن أولي الأمر كانوا يتجاهلون في سغيفة بني ساعدة. هذا واحد. وأما دليلنا أريد تأتي، هذا تفسير عقلي، هذا تفسير عقلي وملزم يا أستاذ. كم عندي من الوقت؟ زدت على الوقت؟ العفو، العفو، تفضل يا أستاذ رامي، تفضل. لو كان المفهوم زي ما حضرتك بتقول كده كان ربنا قال وإن تنازعتم في أولي الأمر فردوه إلى الله ورسوله، ولكن قال وإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة تفيد العموم، فأنت إزاي خليتها في أولي الأمر؟ طبعًا قعدت تفسر على دماغك. أنا جبت لك أكثر من إمام علي زين العابدين وهو يقر بالخطأ، أيضًا سيدنا علي كما جاء كما قال الطوسي في الاستبصار الجزء الأول صفحة رقم 433 عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر، فخرج منادي أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيد وليبلغ الشاهد الغائب. ده أيضا سهو الإمام علي رضي الله عنه وخطأه في الصلاة. أيضا أجيب لك قول أبو عبد الله جعفر الصادق وهو سهو، لما ذكر له السهو قال أو ينفرد من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي، بقعد الخادم يعد لي صلاتي، وتقول ما بيسهوش ما بيخطئوش. العصمة بحر الأنوار المجلس الجزء 25 صفحة 351 قال أبو عبد الله إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابة، بحر الأنوار المجلس الجزء 25 صفحة 207. أيضا سيدنا علي بن الحسين يقول اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره وارتكب الفاحشة فلم تفضحه. الإمام ارتكب الفاحشة، الإمام ارتكب الفاحشة عندكم يا أسماء، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه كما نهي لك قد أتي كم نهي لك قد أتيناه وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه وسيئة اكتسبناها وخطيئة ارتكبناها، الصحيفة السجادية صفحة 184. أيضا النبي خلف جبريل، إزاي؟ بين الحسن والحسين يصطرعان عند النبي، الحسن والحسين بيلعبوا مصارعة، فقال النبي كل ده في دين الشيعة يا إخوة مش عندنا، فقال النبي هي يا حسن، فقالت فاطمة يا رسول الله تعين الكبير على الصغير، فقال رسول الله جبرائيل يقول هي يا حسين وأنا أقول هي يا حسن. رواه الشيخ الطوسي في أماليل مجلد 2 صفحة 227 والطبراسي في إعلام الورى 256 والمجلسي في بحار الأنوار 43. وأنا أقول هي يا عصمة، النبي بيقول هي يا حسين وهي يا حسن وجبريل بيقول هي يا حسين، ليه النبي بقى خالف جبريل هنا؟ ممكن تجاوبني إن شاء الله، هل النبي يخالف جبريل؟ هذا الاستهزاء بالنبي، هل داسوا العصمة تحت أقدميهم؟ ومن شروط العصمة، أنت تعرف إن من شروط العصمة وفق المنظور الشيعي إن يتبع جبريل المبلغ عن الله، وإن من شروط العصمة عندك ان الامام بعيد عن السهو واللعب والنسيان وما شابه ذلك، فكيف اسقطته؟ اتمنى تجيب على هذه الاسئله وبينت لك كل سهو ائمتك من كتبك، فتوب الى الله وتبرأ من دين الشيعه. لقى المايك استاذ اسمان، قل اللهم اني اتبرأ من دين الشيعه الذي ليس عليه دليل من القران الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذا الغول يعني ما أحب أسيء فيك الأدب، أتبرأ من دين محمد وآل محمد، استغفر الله والعياذة بالله.
اترك سفينة النجاة، استغفر الله. شوف انا اجاوبك واعطيك ادلة قاطعة وانت لن تستطيع تردها. اشكالك على الآية لأولي الامر. واما الامر هل رد الى الأولي الامر في القرآن؟ نقول نعم، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى الأولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، فالأمر في القرآن رجع إلى أولي الأمر، ونحن كما قلت لك التفسير معلوم من الآية. كيف يعني الله يلزمك بطاعة أولي الأمر ويجوز لك أن تجادلهم في شيء؟ وهل يجوز أن أنت تنازع أولي الأمر؟ الله ينفي لك ذلك في القرآن. وطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أصلا التنازع منهي عنه. التنازع يا أستاذ رامي منهو عنه، أصلا لا تستطيع تنازع في شيء. طيب، التنازع منهو عنه، هذا واحد. وأما دليلنا في حديث الثغلين، ونحن نعطي عن الأدلة الغاطعة حديث الثغلين، شوف مفهوم علمائك من حديث الثغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المناوي: تلويح بل تصريح بأنهما كالتومين، خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما. فإذا كان التوم الأول وهو القرآن معصوما من الخطأ، فذلك يلزم أن يكون التوم الثاني شبيها للتوم الأول وهو معصوم. وهذا حديث الثغلين أمامكم، والتعال واجب على الحديث. وثانيا، الآية الأولي الأمر أعطيناك إياها وما ترد عليها. تأتي يا أستاذ، ما دام تأتي بأحاديث من دون سند وإسناد، أنا ما راح أرد عليها. أحاديث لا تصح عندنا ولا نأخذ بها، أحاديث متروكة. طيب، أتي بالسند ووضح لنا. والأستاذ رامي دائما يجاوز وقته يا موقت، من يا طلب يعني، هاي إن شاء الله تدقق عليها. الأستاذ يتجاوز وقته، هذا دليلنا الآخر. طيب، 30 ثانية، أنا أقرأ لكم قول ابن تيمية واعترافه بعصمة الإمام علي بن أبي طالب. إن شاء الله بوقت الآخر. تفضل يا أستاذ رامي، تفضل. لا اله الا الله. استاذ اسمان، انت بتاخد وقت زياده انت كمان. تاني حاجه استاذ اسمان، فين الحديث اللي انا بجيبه من غير سند؟ طب اقرا سيدنا علي صلى خلف منافق بروايات صحيحه عندك، الكافي للقولين الجزء 3 صفحه 374، باب الصلاه خلف من لا يقتدى به، علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريزه عن زراره قال: قلت لابي جعفر ان اناسا روى عن امير المؤمنين صلوات الله انه صلى 4 ركعات بعد الجمعه لم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زراره، ان امير المؤمنين صلى خلف فاسق. فلما سلم وانصرف قام امير المؤمنين عليه السلام فصلى 4 ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل جنبه: يا ابا الحسن، صليت 4 ركعات لم تفصل بينهن؟ فقال: انها 4 ركعات مشبهات. وسكت، فوالله ما عقل ما قال له. مرآة العجول للمجلسي، الجزء 15 صفحة 257، حديث حسن. صلى خلف فاسق، ما كانش يعرف يعني، قام يصلي خلفه، وبعد ما صلى قام عيد الصلاة. قلت لك حديث حسن اهو، بينت لك التصحيح. تاني حاجة، تعرف ان الامام عياذا بالله الامام المعصوم بيخطئ عندك ايضا. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان اول ما ملكته دينارين ملكتهم على عهد ابي، وكان رجل يشتري الأردية من صنعاء، فأردت أن أبدعه، فقال لي: لا تبدعه، ما تدروش بضاعة، لا تبدعه. قال: فدفعت إليه سرا من ورا أبويا. المعصوم بيدي بيخالف المعصوم وبيدي الراجل من ورا أبوه. فقال أبوه في الآخر، ثم قال له أبوه مبتسما: يا بني، ألم أقل لك ألا تدفع إليه؟ فمن المخطئ ومن المجيب؟ رواية كتاب البحار الأنوار، الجزء 100 صفحة 84، باب 17، من يستحب معاملته ومن يكره، عن أبي عبد الله عليه السلام. فأنا أيضا عايزك تجاوب على ديت. هو أيضا قال لي أبو عبد الله عليه السلام صفوان عن مرازم، قال: تعرف مبشر بشير المعصوم بيتخربط في اسم واحد من الغلاة والرجل بيجاوب له. اسمع يا إخوة بارك الله فيكم، بيقول له: هل تعرف مبشر بشير؟ قال لي أبو عبد الله: تعرف مبشر بشير؟ يتوهم الاسم. قال الشعيري: فقلت: بشار. فقال: بشار.
قلت نعم جار لي. قال إن اليهود قالوا بشار قال قولا عظيما إلى آخر الرواية. الرواية صحيحة السند. الإمام يتوهم، يتوهم الإمام، هل تعرف مبشر بشير؟ قال له لا ده اسمه بشار. قال له أيوة بشار. حتى الإمام مش عارف الأسامي، وكي تقول إن أنا بجيب من عندي كلام. يلا لقى المايك أستاذ، إن شاء الله أنا هسيب وقت الباقي. لقى المايك قول اللهم إني أتبرأ من دين الشيعة. باقي حاجة؟ انا يا اخوة بارك الله فيكم، مش مهم بارك الله فيكم، يعني اديله المايك يقول اللهم اني اتبرأ اليك من دين الشيعة واتبرأ من دين عبد الله بن سبأ الذي ليس عليه اي محكمة تدل على العصمة. لقى معك استاذ اسمان بقى، اصيبك من دين الفرسي ده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ رامي، يعني أنا أستطيع أرد عليك بأن أقول لك دينك فاسد من الأساس. خلي الحوار، لا نخسر الحوار وندخل في المواضيع الأخرى، خليك مؤدب معي. طيب، وأما قول ابن تيمية في عصمة الإمام علي بن أبي طالب، بعرف هذا القول راح يحرجك كثيرا وما راح ترد عليه. بالأول تذكيرا للموجودين في الغرفة، أتينا بحديث الثقلين واستدلالنا من حديث الثقلين على العصمة فلم يجاوب عليه وما يستطيع يرده، وهناك تصريع علماء. وأتينا بآية الأولي الأمر وفسرنا واستشكل وجاوبنا الإشكال، ما استطاع أن يأتي بشيء. ذهب إلى بعض الروايات ويريد يثبت عدم العصمة من تلك الروايات. نعطي هذه تذكرة على ما جرى ما بيننا. وأما قول ابن تيمية، بسم الله الرحمن الرحيم، طيب يقول ابن تيمية وهو بصدد رد حديث علي مع الحق والحق مع علي. أرجو الصوت يكون موجود، موجود الصوت الحمد لله. وهو بصدد رد هذا الحديث الذي صححه جملة من العلماء، يقول وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دار الحق مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي، وجب أن يكون معصوما كالنبي. هذا قول ابن تيمية في حديث علي مع الحق والحق مع علي. الآن أنت تأتي وتقول البعض ضعفه، ولكن البعض طبعا صححه هذا الحديث، فألزمك بتصحيح هؤلاء العلماء الذي صححوا هذا الحديث. وأقول لك على ما قال ابن تيمية، ألزم الذين صححوا الحديث بأن يعتقدون بعصمة الإمام علي بن أبي طالب. وأما أنتم غريبين على المفاهيم الذي دخلت في كتبكم طبعا، واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مع الإجماع علي على أنهم لم تجب عصمتهم، وإن كانوا معصومين، وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. هذا قاله التفتازاني، هذا قول التفتازاني. فعمر وأبو بكر وعثمان طبعا معصومين، مسددين بالملائكة ومتمكنين منها وما يذنبون على مفهومكم. فهل هذه عقيدة فاسدة الذي تعتقدون فيها؟ شكرا جزيلا أستاذ أنيس. وهذا دليل آخر. فالآن تم الوقت. السلام عليكم. مش عيب يا أستاذ أسمان تذهب إلى الأحاديث الموضوعة تستدل بها والأحاديث المكذوبة؟ مش عيب أقول لك آية من القرآن واضحة؟ طب الحق كان مع علي حينما سكت وضرب
ترك زوجته تضرب. اول حاجه حديث الثقلين، انت بتقول دلوقتي الثقلين، فين الثقلين؟ حيال اخونا مالك، فين الثقلين دلوقتي؟ قلت لك فين الثقل الثاني عشان نتمسك بالعتره، مش موجود. انت حرفت الثقل الاول وقلت محرف، فازاي تمسكتوا انتوا بالثقلين؟ ثاني حاجه النبي امرنا بالتمسك بالثقلين، سيدنا علي ترك الثقل الاول ضرب وعصر ما بين الباب والحائط، وترك الثقل الاول محسن قتل وبرضه لم يفعل اي شيء، ترك الثقل الثاني اقصى الثقل الثاني الاصغر، تركوا عياذا بالله يغتصب فرج ابنته وهي من الثقل الاصغر. دي اول نقطه. ثاني حاجه عليه مع الحق والحق مع علي. الحديث في المعجم الاوسط في بارك الله فيه وهدق الله، لا يروى هذا الحديث عن ثابت مولى ابي ذر الا بهذا الاسناد، تفرد به صالح ابن ابي الاسود. ففي صالح ابن ابي الاسود في الحديث، في المعجم الصغير ايضا في صالح ابن ابي الاسود. صالح ابن ابي الاسود الحنات كوفي واحاديثه ليست بالمستقيمه، في الكامل في الضعفاء، في لسان الميزان، في الحافظ ابن الاسود واحاديثه ليست بالمستقيمه، مش عيب. وقال ابن عدي احاديثه ليست مستقيمه، صالح ابن الاسود الكوفي الخياط، مش عيب. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ضعيف، قال شيخ الاسلام ابن تيميه ضعيف، فهات لي السند الصحيح بتاعه. دي النقطه الاولى بارك الله فيها وهداك الله. ثاني حاجه انا ساثبت لك الان هدم العصمه من نهج البلاغه. قال علي عليه السلام في نهج البلاغه اللي هو كالقران، قال في الخطبه رقم 175: ولا انهاكم عن معصيه الا واتناها قبلكم عنها. وقال: فلا تقف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإن لست في نفسي بفوق أن أخطئ. ممكن أخطأ، هو رضي الله عنه لم يدع ما تزعم الشيعة فيه، فين العصمة دي؟ قال أيضا من كلمات كانت لها: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعود علي بالمغفرة، اللهم اغفر لي وتب علي أو أيت من نفسي. ايضا فين العصمه هنا؟ جاء في نهج البلاغه للامام علي: فلا تقف عن مقاله بحق او مشوره بعدل، فان لست في نفسي، الى اخر الكلام. وقال: فان اشكل عليك في ذلك، قال في نهج البلاغه كان علي عليه السلام يوصي ابنه الحسن، قال له: فان اشكل عليك في ذلك فاحمله على جهالتك به. لو اشكل عليك في امر احمله على جهالتك، العصمه. فانك اول ما خلقت جاهلا، كان الحسن جاهلا، ثم علمت، وما اكثر ما تجهل من الامر ويتحير فيه رايك. ده انت في امور كثيرة تجهل فيها يا الحسن، ويضل فيها بصرك، في أمور كثيرة بيضل فيها بصرك ثم تبصره بعد ذلك. ايه رايك؟ نهج البلاغه قسم الرسائل 31 من شرح محمد عبد شرح ابن ابي الحديد ايضا. فاتمنى تجيب على هذا بارك الله فيها وهداك الله. كان علي يناجي ربه بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما انت اعلم به مني، فان عدت فعده علي بالمغفره، الى اخر الكلام. وبيصف الامام ان هو ممكن يجهل. لسه في حاجات تانية بلاوي هجيبها لك دلوقتي من نهج البلاغه، هخليك انت تتوب. لقى المايك وقول: اللهم اني اتبرأ من دين الشيعه. السلام عليكم. طيب يا أخو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، وأما قولك يا اللهم تبرع من دين الشيعة، كيف يعني أكفر بربي؟ كيف أكفر؟ ولا تكرر هذه المقولة حتى لا أتيك بقول أفضح من هذا الذي أنت تنسبه لي. وأقولك لك استعين ربك، استعوذ من الشيطان وأترك هذا الدين الفاسد. وأما تذهب الى احاديث الموضوعه وتقصد حديث يعني علي مع الحق والحق مع علي، كما قلنا لك صححه جمله من علمائك. فالان يعني ابن تيميه الزم علمائك الذين صححوا هذا الحديث بانهم يعتقدون عصمه الامام علي ابن ابي طالب، كما ورد التصريح من ابن تيميه. هذا واحد. بدل أن يجاوب على آية الأولي الأمر، يا أخوة بالله عليكم، آية الأولي الأمر طرحناها من أول الوقت إلى الآن ما أتى بشيء. حديث الثغلين أعطينا حديث الثغلين، بدل أن يعني يرد المفهوم من الحديث الثغلين يأتي بشبهة تحريف القرآن. هذا ليس حوار أصلا. يعني أنت الآن تريد تدخل معي بحديث يعني بتحريف القرآن، هذا يأخذ لي يومين مناظرة. فخليك بصلب الموضوع، أنت رد المفهوم، رد يعني الاستدلال. ما تستطيع والله، ما تستطيع. وشوف يعني شوف كيف ادمرك يا استاذ رامي بشبهتك حول قتل المحسن. يعني هو ليس مجالنا في هذا، يعني الموضوع ليس هذا. انت كيف سكت الامام؟ الان شوف كيف ادمرك. انت عندما يتهمون يعني انا والجميع الموجودين عندما يتهمون ازواجنا بالزنا اصعب، ويعني اصعب علينا، أم عندما يقتلون نساءنا
حطيت انا حطيت نفسي معاكم حتى لا تكون يعني اساءة ادب لكم. عندما نتهم يتهمون عرضنا بالفحشاء تكون اصعب علينا، ام عندما يقتلون عرضنا ونسائنا؟ طبعا عندما يتهمونهم في الفحشاء. نبيك في صحيح البخاري اتهموا زوجته ام المؤمنين. طيب الحديث ليس عن صحيح البخاري او عن ام المؤمنين عائشه، اتفقنا ان ما في تنقيض حول انك تكمل في العصمه، اثبت للعصمه لا تخرج يمين ويسار، بعد ان تنتهي ان شاء الله قول اي شبهه عندك ونحن نقولها لك. انت بتعمل كده عشان تنطرد؟ المناظره حرقتك استاذ اسمان، هم كل الايرانيين الشيعه الايرانيين كده. لك 30 ثانيه اثبت، لا لا لن يطرد، لك 30 ثانيه اثبت عشان اخد بقيه مداخلات ان شاء الله، واثبت لي العصمه. وانت بتقول انا جيت باحاديث موضوع، انا كنت بقول لك سند صحيح بكذا وكذا وكذا، هات لي انت الكاتب اللي انا قلته. يلا لك المايك انت وهات لي اي شيء انا اخطات فيه وقلته موضوع او ضعيف. سالتك 100 سؤال لم تستطع ان تجيب الان، المناظره مسجله وهبعت لك الرابط، ابقى شوف الاسئله اللي انت سالتك حوالي 100 سؤال لم تستطع ان تجاوب. فلقى المايك بفضله 30 ثانيه يا اخو، لقى المايك. طبعا الاخوه الصوت موجود في الغرفه ان شاء الله يكون موجود. فانت يا استاذ رامي امام الجميع هربت. بصراحة هربت عندما قاطعتني. نبيك في صحيح البخاري اتهموه في الفحشاء وسكت، سكت. فكيف انتهت المناظرة بارك الله فيكم. فاضل لنا مداخلة بارك الله فيكم انهيها وان شاء الله نفتح الموضوع الثاني ده بارك الله فيكم. نعم. قال الامام علي رضي الله عنه، قال الامام الرضا انه لعن وكذب من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهو. قلت له في الكلام دوت، فانت دلوقتي بتكفر الامام الرضا ولا بتكفر النبي عياذا بالله في بحار الانوار المجلسي 25 صفحة 350. ايضا بارك الله فيه وهداك الله، سؤال لم تجيب عليه، ثلاثة من الائمة عندك معصومين تصرفوا تصرف مختلف في اهم اصل من اصول الدين الشيعي هو الامام. فالامام علي رضي الله عنه بايع، والامام الحسن تنازل، والامام الحسين قاتل، فمن من الثلاثة كان تصرفه عن عصمة ومن كان مجتهدا؟ السؤال ده لم تستطع ان تجاوب عنه. حينما اقول سبحان من لا يسهو ولا ينسى، هل يدخل مع الله احد؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الامام علي، مثل الامام الحسن، مثل الائمة؟ انا انتهيت من مداخلتك، تستطيع ان تجاوب على هذه الاسئلة؟ ننتهي من العصمة وبعدين نخش في زوجة النبي ونرى من الذي اتهمها ونخش في البخاري؟ ارفع عنه النقطة يا اخو بارك الله فيكم. استاذ اسمان تسمعني؟ نعم. انا مش عايز بقيه وقتي، لا نقدمه ان شاء الله، يمكن عنده اجابه اخونا علي بن ابي طالب، وبعدين ان شاء الله ما عندوش نقدم الاخوه. استاذ اسمان تسمعني؟ لقى المايك، اجب عن هذه الاسئله ان شاء الله، ارفع عنه نقطه اخونا طالب، وبعدين ان شاء الله نخش في الموضوع الثاني. لا تهرب من العصمه، عيب يا اسمان. لقى المايك يا اسمان، ارفع عنه يا طالب. الله اكبر، الله اكبر. هرب استاذ اسمان الفارسي الحاقد على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. وان شاء الله انتم سمعتوا المناظره بارك الله فيكم، المناظره بفضل الله سالناه حوالي 100 سؤال، شفتوا لم يستطع ان يجاب على اي شيء، وده دأب دين الشيعه بارك الله فيكم، لم يستطع ان يجاب على اي شيء. ان شاء الله المناظره سترفع بارك الله فيكم، اخونا طالب يرفعها، وان شاء الله ستاخذوا الرابط بارك الله فيكم. اهرب كما هرب مهديه من اكثر من 1000 عام، قلت له لن تستطيع ان تثبت المناظره، فاراد في الاخر ان يطعن في زوجه النبي صلى الله عليه وسلم.